استعادة المديرة العامة ممثلة أمر الأستاذ ورد الورد بقى اسم على مسمى إن شاء الله. رغم هلا في صوت بيني وبينه هيك امتحان جديد تجربة جديدة هلا خلي لي إياك. سماحة المفتي رئيس الاتحاد ممثل طيار المستقبل طرباك حبيب القلب مسافر الله يجيبه بخير المدراء دكاترة الأساتذة إذا كان في بلديات فطير شباب أنا متفوقون لأنا أدمت وبستمد قوي منكم نجاحي من نجاحكم قوتي من قوتكم. أنا بكبر قلبي وقت اللي بشوف هالمنظر وهالمنطقة كرمال على تحسن على تقدم بفضل الله ثم بفضل الشباب اللي عم يشتغلوا سابقا السيد عبد الرحيم وهلا الشباب الطيبه ان كان طهر ماء والله قريبنا كلنا اهل هون بالمنطقه. الدكتور حكى كلمه بعدين حكاها عن الكل كان فيها شرح وافي وكافي. التعليم المهني الحقيقه هو اجى رحمه فينا كلنا سوا لمجتمعنا لاهلنا. نحن بدنا والمطلوب منا كلنا سوا نركز على التعليم المهني لانه هو الحقيقه اللي بده يشيل فينا بالمجتمع وبده توسيع مثل ما قال الدكتور بالفروع ونزيد الفروع. هلا بالنقل المهنيه ان شاء الله الحمد لله الله يعوض عليه الشيخ سعد كان قلبه معنا نخلي كمان عيونه علينا اكثر واكثر بدها استكمال وبدها المبلغ الثاني مشان نكثف الشغل ونقوي الشغل لانه الحقيقه بصير في امكانيه لتوسيع بالفروعه ورياحه للاهل ونحن نقول المدراء الجديد اللي نستلموا ان يستلموها الى حد ما على الرياحه اللي تعبوا قبل ما فهم كل قديه كانوا يقضوا من البلد ويقضوا الليالي ومن الملعب ومن الصفوف ويمكن ما زال هلا شوي بس احسن احسن يعني انتم هلا جايين مغنجين اكثر. فهلا الغناج هذا ان شاء الله بده يكمل باستكمال بناء المهنيه لانه استكمالها كثير مهم بريح المنطقه كمان وفرع اللي كمان عمل بالفايده كمان ريح الجو شوي. فبنتمنى هلا من طلابنا اللي عم نشوف اكثر شيء صبايا والله يحميكم. بس وين شبابنا اللي عم يتعلموا؟ وين النقص الشبابي ما بعرف ليه. فاليوم المجتمع لألكم انتبهوا انتم حتى تمشوا اللعبه من اولها لاخرها. فالله يحميكم ويزيدكم ونتمنى من الجميع انه نحن نكون نحن وياكم. انا حكيتها لحالي انا الورق ما حكيت عنها ولا كلمه مشان تعرفوا يعني كل ما تكون ما حكيته لانه اللي حكيت الدكتور واللي حكيت الاستاذ ورد والطالبه الحقيقه حكوا زين حالنا. بنتمنى التوفيق للجميع وكلنا معنيين بالامر والله يبارك فيكم ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله.